في الضفة الغربية يستمر التصعيد أيضا، حيث اقتحمت القوات الإسرائيلية فجر اليوم مدينة جنين من كافة مداخلها معززة بأكثر من 30 آلية عسكرية، كما اندلعت اشتباكات مسلحة بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية تخللها تفجير عبوات ناسفة محلية الصنع على مشارف مخيم جنين. الجيش داهم أيضا عددا من المباني ونشر فرق القناصة فيها وسط ضوئي صفارات الإنذار في المدينة والمخيم. نزلوا عندكم خال، نزلوا عندكم، نزلوا من عندكم، نزلوا من عندكم خال. كل هذه التطورات مشاهدينا نناقشها مع مراسلة المشهد من القدس أحلام عثمان. أهلا بك أحلام. لنبدأ بالرشقات الصاروخية والتي تعتبر الأولى منذ نحو 4 أشهر تطلقها كتائب القسام باتجاه تل أبيب، آخر التطورات بشأن هذه الرشقة الصاروخية؟ بالفعل بعد قرابة 4 أشهر من هذا الهدوء، بعد أن كانت الطلقة الأخيرة أو الرشقة الأخيرة من قطاع غزة باتجاه مناطق المركز أي في مدينة تل أبيب وأيضا في محيط المدينة فيما يعرف بمنطقة جوش دان، كانت آخرها في شهر يناير في بداية هذا العام، ولكن هذا الهدوء اليوم كسر مع إطلاق لما يقرب من 12 صاروخا من قطاع غزة باتجاه مدينة تل أبيب وفي المناطق المحيطة بها أي في ما يقرب من 20 بلدة ومدينة إسرائيلية في تلك المنطقة المركزية. وهذه الصواريخ وفقا للجيش الإسرائيلي فقد تم رصد 8 صواريخ منها، وهناك بعض من هذه الصواريخ التي تم اعتراضها، والبعض الآخر من هذه الصواريخ سقط في أماكن متفرقة من ضمنها في مدينة هرتسلية وأيضا في رعنانة في بنيت سيون وأيضا في بني براك في مدينة حولون. أيضا كان هناك اعتراض لصواريخ في سماء هذه المدينة، ولكن في مدينة هرتسلية كان هناك إصابة مباشرة لأحد المنازل في تلك المنطقة، ولكن لم يكن هناك إصابات بشرية للسكان الذين تواجدوا في المكان. كانت هناك إصابة أخرى لسيدة نتيجة للشظايا التي تناثرت في المكان وأصابت مركبتها وأصابتها أيضا كذلك الأمر في مناطق متفرقة التي ذكرناها. وفقا للإسعاف الإسرائيلي فهناك 4 إصابات هي إصابات طفيفة، ووفقا لإذاعة الجيش الإسرائيلي التي تحدثت، والأمر الملفت هو بأن هذه الصواريخ التي أطلقت من جنوب القطاع تحديدا من مدينة رفح على مقربة من تواجد قوات الجيش الإسرائيلي. نحن نتحدث عن مسافة قليلة جدا ما لا يزيد عن 800 متر من الجنود الإسرائيليين أطلقت هذه الصواريخ، وربما هذا أيضا يأتي مع تبني حركة حماس لإطلاق هذه الصواريخ. نريد أن نتعرف أيضا على ردود الفعل بعد هذه الرشقة الصاروخية، وكيف تم تناقل هذا الخبر عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية؟ بالنسبة لوسائل الإعلام الإسرائيلية التي ترى بأن ما زال لحركة حماس هناك القدرة على إطلاق هذه الصواريخ بعد ما يقرب من 8 أشهر من هذه الحرب على قطاع غزة، وفي هذا الانقطاع لفترة عدم إطلاق الصواريخ باتجاه مدينة تل أبيب التي تعد هي المركز الحيوي والاقتصادي لإسرائيل، فله رسائل ربما ودلالات للجانب الإسرائيلي، ومنه الدلالات السياسية وأيضا الميدانية والعسكرية، تحديدا بأن اليوم ينعقد الكابينيت الحرب الإسرائيلي من أجل مناقشة تجديد المفاوضات. وهذا الأمر أيضا يأتي في ردود الفعل التي شهدناها، كانت ردود فعل متسارعة من قبل الرؤساء في الأحزاب اليمينية المتطرفة في الحكومة الإسرائيلية، من ضمنهم إيتمار بن غفير وزير الأمن
القومي الذي سارع في تغريدة على موقع إكس وقال بأن رفح وبقوة، أي أنه يشير على ما ردده سابقا بأنه يريد عملية واسعة وعميقة في مدينة رفح. بتسيل سموتريتش وزير المالية أيضا قال بأنه يجب احتلال مدينة رفح واستمرارية القتال في قطاع غزة. يوآف جالانت كانت له أيضا زيارة تفقدية في قطاع غزة وشدد على أهمية القتال في القطاع، ويشير أيضا بأن هناك نشاط عمليات من أجل استعادة الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين الذين يتواجدون في قطاع غزة. طب في الحديث عن الأسرى أيضا، هل هناك أي تعليق جديد أحلام بخصوص ما أعلنت عنه كتاب القسام في الفيديو فجر اليوم من أنها أسرت وقتلت بعض الجنود في مدخل أحد الأنفاق؟ يمكن القول بأن هناك نوع من التعتيم الإعلامي والعسكري أيضا حول هذه القضية، لا سيما مع وجود البيان المقتضب الذي خرج من المؤسسة العسكرية الإسرائيلية الذي يفيد وينفي عمليا وجود عملية اختطاف للجنود الإسرائيليين في قطاع غزة، ولكن لربما هذا الأمر يمكن أن يكون عليه تعديل خلال الأيام المقبلة، لا سيما بأنه مشابه أيضا لما جرى في السنوات السابقة من عملية أسر للجند الإسرائيلي شاول أرون داخل قطاع غزة، وبالتالي هذا الأمر ما زال قيد التحقيقات وأيضا يفحص به ويتأكد منه الجيش الإسرائيلي. وهناك أيضا هذا الأمر الذي لا يمكن فصله عن إمكانية تصاعد الاحتجاجات في الشارع الإسرائيلي بعد أن انتشر هذا الفيديو أيضا في وسائل الإعلام الإسرائيلية إن كانت الرسمية وغير الرسمية. والملفت أيضا الانتباه بأن الإعلام الإسرائيلي للمرة الثانية أو الأولى التي يتناول بها البيان الذي صدر عن الناطق العسكري لكتائب القسام أبو عبيدة، وهذا الأمر لم يكن قد شهدناه في الأشهر الماضية من الحرب على قطاع غزة. طيب في الحديث عن الضفة الغربية أحلام، كان هناك عدة اقتحامات وخاصة في جنين، وكان هناك حديث عن اشتباكات بين مسلحين فلسطينيين والجنين الجيش الإسرائيلي، ما الجديد؟ حاليا هناك الهدوء الذي يعم مدينة جنين وأيضا مخيمها، ولكن من غير المعروف إن كانت هذه الاقتحامات سوف تتجدد وتتكرر للمرة الثالثة، لا سيما بأننا نتحدث عن عملية اقتحام واسعة للجيش الإسرائيلي امتدت منذ ساعات منتصف الليل حتى ساعات الفجر المتأخر لمدينة جنين وأيضا لمخيمها، وهي للمرة الثانية خلال 5 أيام. في هذه المرة كان هناك اقتحام واسع من آليات الجيش الإسرائيلي، قرابة 30 آلية عسكرية اقتحمت مدينة جنين وأيضا في محيط مخيم جنين، وحصلت هناك اشتباكات واسعة فيما بين الشبان والمقاتلين الفلسطينيين الذين يتبعون لفصائل مختلفة تعمل وتنشط داخل المخيم أو في مدينة جنين مع الجنود الإسرائيليين، وكان هناك انتشار واسع للقناصة الإسرائيلية على مختلف أسطح البنايات في المدينة وأيضا في مشارف المخيم. ولكن الجيش الإسرائيلي في سياسته الممنهجة خلال اقتحامات إن كان لمدينة جنين أو لمناطق أخرى في قطاع في الضفة الغربية هو يعمل بصورة مستمرة على تجريف البنى التحتية وأيضا تدمير أو إغلاق أو عطب الكثير من الآليات المتواجدة في الشوارع في تلك المناطق وأيضا للبنى التحتية في المدينة، وهذا أيضا ما شهدناه خلال هذه الاقتحامات. وفي الاقتحام السابق الذي جرى قبل بضعة أيام الذي امتد ل 48 ساعة وأسفر عن مقتل 12 فلسطينيا من ضمنهم طبيب ومعلم وطفل في مدينة جنين. مالك، شكرا لك من القدس مراسلة المشهد أحلام عثمان على جميع هذه التفاصيل.